تعالوا نخبركم عن سالفة أبو علي. أبو علي رجال طيب وعلى نياته، تقول له يمين يقول لك يمين، تقول له يسار يقول لك يسار، عايش في حاله مع زوجته وأولاده. في يوم من الأيام دق جرس البيت وقام أبو علي يفتح الباب. معك للدعاء العام، وهذه ورقة استدعاء للمحكمة، عندك قضية تجارة مستترة. معك الشرطة، وأنت مطلوب في قضية تشغيل عمالة وافدة بطريقة غير مشروعة. معك هيئة حماية المستهلك، وهذا شعار بإغلاق المطعم اللي باسمك وغرامة 2000 ريال عماني. كل السالفة أن أبو علي تارك بطاقته الشخصية ورقمها السري سبيل، يعطيهن الرايح والجاي. أبو علي عطني بطاقتك، أريد أخلص لك أمور تسجيل ولد في البوابة التعليمية مال وزارة التربية والتعليم. دوك الغالي، ورقمها السري مثل رقم تلفوني. أبو علي بغيت بطاقتك، أريد أطلع مأذونية عامل. دوك الغالي. وهذه كل السالفة، شرب أبو علي المصيبة في السجن مثل ما شربها كل واحد فرط في الحفاظ على بطاقته الشخصية ورقمها السري.